ام علي تفاصيلها بنعملها كلنا، بس ليه تركايه كده انا شخصيا بحبها. لما بنيجي ناكل ام علي بتلاقي العجينه البلفي دايبه مع الحليب، بتلاقي المكسرات في منها دايب وفي منها يكسر لك سنانك. لو عندك حماتك عزمها هتقوم بعد ام علي دي يا اسناني ودكتور سنان نصرف عليه قد كده. فام علي مقاديرها على الشاشه ونشوف هنعمل فيها ايه. معانا عجينه الملفي، هم دول يا شباب اهم، عجينه الملفي وسمنه بلدي وقشطه ومكسرات وحليب على النار. عجينه الملفي مستويه معايا زبيب وفول سوداني ولوز، ومعانا سمنه بلدي ومعانا القشطه بتاعتنا. التركايه في الحليب اللي على النار اهو، الحليب هنا على النار اهو زي الفل تمام. بحط على الحليب ده شويه سكر وانا شغال اهو، والمعلقه اللي تقلبي بيها السكر ما تعديش لا على بصله ولا على تومه، خلي بالك اهو. ممكن تحط عسل وتبقى احسن مني مفيش مشكله اهو. حلو قوي، كفايه اقلب السكر كويس. عندي شويه فانيليا بنزل بيهم على اللبن زي الفل. بلاش ميه الزهر، بتنزع ام علي بتاخد منها الجنسيه دي، لازم تبقى ام علي مصريه بالفانيليا اهو. اداوب السكر. ايه التركايه يا مغازي؟ ايه الجديد عندك؟ دايما كده وانا قاعد بتابع اي حاجه، مذيع، لاعب كوره بيلعب، ايا كان في موقع، اقول ايه الجديد عندك؟ ايه الجديد عندك يا مغازي؟ ان المكسرات الفول السوداني او اللوز ينزل ياخد غلوه مع اللبن علشان ما يكسرش سنان حماتك ولا ماما، خلي بالك اهو. ده لوز وفول سوداني هياخدوا غلوه مع اللبن، اما الزبيب ينزل على وش ايه؟ ام علي اهو. غلوه كده نسيبهم على النار نشوف اللبن اخباره ايه. ادي اللوز مع الفول السوداني خد غلوه، وحطيت السكر وحطيت الفانيليا، ناخده كده اهو ونشوف عجينه الملفي معانا. اللهم صل على النبي. اهي تعالي شيل ده كده، معانا سمنه بلدي جايه لي هديه من المنوفيه. والله ما رضيتش الحاجه تاخد الفلوس. هننزل بعجينه الملفي اهو. دي عجينه مخبوزه عاديه خالص، بتجيب عجينه تفرديها بتدخلها الفرن، ممكن تعملها تجيب ايه يا شيف نسيت والله، الدنيا صيام، كرواسون، الكرواسون الساده من اي محل بتاع مخبز او اي بيكري، قولوا له عايزه كرواسون ساده، تاخد الكرواسون الساده ده تفتحي له الصين وتنشفيه وتعملي احلى ام علي. ننزل بالزبيب اهوت، الحاجات دي مهمه جدا. اللبن بتاعنا اخبار اهو زي الفل. ادي ام علي كمان خلصت. المكسرات مع اللبن عايمه في بعضيها مع عجينه الملفي اهو، هي دي الشطاره اهو 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 اهو. ادي ام علي، شفت التركايه؟ ايه هي التركايه تاني اقول؟ السكر ده مع الحليب مع فانيليا واللوز والفول السوداني اهو، اصبح ان حماتي كبار السن ياكلوا من ام علي مفيش اي مشكله لغايه دلوقتي. بالله يا ام علي فيها حاجات كده زي الزلط، ايه ده يا حاجه؟ تقول لك انا حاطه لوز، انا حاطه فول سوداني اهو، ادخلها الفرن اهي. عيني انا مش هقفل، انا لسه هبصم عليها، هديها معلقه سمنه بلدي اهي 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 في قلب الفرن اهي. بص عليها وانا بحط السمنه اهي عشان تاخد لون اهي. حته سمنه بلدي بتتكلم من المنوفيه، مصري اهي زي الفل. نقفل، اللهم صل على النبي، الله رمضان كريم.